محبي قناة قصة بطل، مرحبا بكم. وأخيرا شفنا نتيجة كبيرة، 6 أهداف كاملة وبطرق متنوعة. انتصار كبير خلانا نبقاو في صدارة المجموعة الخامسة ب9 نقاط وبالعلامة الكاملة. ولكن واش فزنا على الكونغو ب6 أهداف غير حيت هما منتخب ضعيف؟ وشنو اللي تغير في وليد الركراكي في هاد المبارتين؟ وكيف سجلت هاد الأهداف؟ هادشي اللي غنعرفو من خلال هاد المقطع. لكن قبل بغينا عدد كبير من الإعجابات على هذا المقطع، وإلا كنتي جديد معنا كنتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة. ودابا نبداو على بركة الله. أولا، تشكيلة اللي توقعنا في المقطع السابق نفسها اللي دخل بها وليد الركراكي بدون أي خطأ، وليس فقط من ناحية الأسماء بل حتى في توظيف اللاعبين. توقعنا أن حكيم زياش غيلعب كعشرة وداكشي اللي وقع، وتوقعنا إبراهيم دياز كجناح أيمن وفعلا داكشي اللي دار وليد. المهم، التشكيلة الرسمية شهدت 3 تغييرات. أولا، دخول شادي رياض في مكان غانم سايس. ثانيا، دخول ايوب الكعبي كاساسي هاد المرة مكان يوسف النصيري، وسفيان امرابط مكان اسامة العزوزي. وهكا كانت عندنا تشكيلة متوازنة جدا بخطة 4-3-3. بونو في حراسة المرمى، شادي رياض، نايف اقرد كقلبي دفاع، اشرف حكيمي وعطية الله كاظهرة، امرابط ارتكاز، وامام كل من زياش واناحي كوسط ميدان. لكن في الحالة الهجومية او البناء زياش كيولي 10، ابراهيم وبن صغير اجنحه، واخيرا ايوب الكعبي كراس حربه. تشكيله منطقيه لابعد الحدود، والجميل انه فيها استفاده من المباراه الاولى، يعني وليد خدع المنطق كره القدم وما قصحش راسه. شاف ان غانم سايس ولا ثقيل وكيرتكب اخطاء، دخل مكانه شادي رياض. لاحظ ان ابراهيم كان مزيان كجناح ايمن ضد زامبيا فخلاه في ذاك المركز. شاف ان ايوب الكعبي هو اللي كيستحق يبدا ودخل به كاساسي، وهادشي اللي عطانا تشكيلة قوية قدرات تفرض السيطرة ديالها منذ البداية. والجميل انه الاهداف كانت متنوعة بداية من دقيقة 7، عمل فردي من الموهبة الياس بن صغير وتثبيت المدافع، ومن بعد تمرير العز الدين اناحي اللي قام بعمل رائع وقدر يسجل واحد من افضل اهدافه مع المنتخب. الهدف الثاني في الدقيقة 15، واللي جاء من خلال الضغط العالي مباشرة بعد فقدان الكرة، وهادشي اللي نجح فيه أيوب الكعبي بعد ما قطع هاد الكرة وجات عند إلياس اللي ما توفقش فيها. لكن شادي رياض كان في المكان المناسب وقدر يسجل بإنهاء رائع. الهدف الثالث واللي جاء في الدقيقة 19 هو الآخر فيه خدمة زوينة، بداية بتمريرة مرابط نحو أشرف حكيمي. هاد الأخير هز راسو دار سكان وشاف أن أيوب الكعبي في مكان جيد، وهذه هي نقطة قوة الكعبي في التمركز الصحيح والتغلب على المدافعين في منطقة الجزاء. وبهذه الطريقة جاء الهدف الثالث. أما الهدف الرابع هو أكثر هدف عجبني شخصيا، لأنه فيه خدمة كبيرة، وأول مرة تقريبا نشاهد هجمة منظمة وتنتهي بهدف بهالطريقة. الهجمة غتبدأ من عند نايف أجريد من بعد مقطع الكرة ومرر لسفيان أمرابط. هذا الأخير بلمسة وحدة رد الكرة لياسين بونو. ياسين بدوره قلب اللعب لجهة إلياس بن صغير، كنترول ممتاز من بن صغير وتمريرة نحو أشرف حكيمي، أشرف الأمرابط، أمرابط إبراهيم، وهنا خرجنا من الدفاع بسلاسة. إبراهيم أيضا ما عطلهاش ومرر العز الدين أناحي اللي بذكاء كبير خلى الكرة لزياش ومشى بسرعة لطلب الكرة في منطقة الجزاء. وداكشي اللي كان زياش بتمريرة دقيقة العز الدين اللي بدوره بلمسة واحدة مرر الأيوب اللي غينهي هاد اللوحة الفنية بأفضل طريقة. في وين تعبوا عيالها من وين؟
وهكا غيسالي الشوط الاول باربع اهداف، النتيجه اللي عمر وليد خرج بها في مباراه كامله دارها في 45 دقيقه فقط. المهم الشوط الثاني شفت فيه واحد الحاجه اللي عجبتني وخلتني نقول واخيرا، وهي ضربه الخطا اللي جاتنا في الدقيقه 52. كميه الضربات المباشره اللي جاتنا في المباريات الاخيره كبيره بزاف، عدد كبير، وكلها كتكون خارج اطار المرمى، يعني ما كتكونش حتى خطيرة. ومع ذلك والو، كنعاودو نشوفو نفس الامر سواء من اشرف حكيمي او زياش، ولكن هاد المرة كان تغيير وشفنا ضربة خطأ منفذة بطريقة رائعة ومخدومة، بداية بأيوب الكعبي اللي طلب من بن صغير يعمر على اللاعب اللي مراقبه، لكن أهم حاجة هي تمريرة زياش الأناحي اللي جرات عدد كبير من المدافعين وخوات المنطقة من بعد عرضية أناحي كانت دقيقة، وإنهاء في الشباك بطريقة رائعة من أيوب الكعبي. في الدقيقة 60 بدأوا تغييرات وليد، وأولهم سفيان الرحيمي وإلياس أخوماش. بالنسبة لي سفيان الرحيمي يعتبر كنز تامين في دكة الاحتياط، خصوصا إلا كنتي رابح والمساحات مفتوحة فأكيد غيعطي الإضافة، وداكشي اللي وقع مباشرة بعد ما دخل. إبراهيم دياز بلمسة وحدة غيمرر لسفيان اللي لقى راسو في الوضعية اللي كيبغي واللي ما كيرحمش فيها، وبالفعل دخل بسرعة لمنطقة الجزاء وسدد بقوة كرة ما شفناها لحنا للحارس. وهكا قدرنا نسجلوا 6 اهداف من وضعيات مختلفة وبطرق متنوعة، وشفنا حتى دخول الياس اخوماش. الناس اللي متبع القناة غتعرف هاد اللاعب مزيان، حيت سبق لينا هضرنا عليه في العديد من المرات. جناح ايمن مهاري جدا باسلوب وتكوين مدرسة البارسا، كانت فرصة نشوفوه لدقائق اكثر، وبالفعل قدر يستغل هاد الفرصة واعطانا تلميحات انه قادر يكون بديل مناسب لجناح ايمن. ولكن واش هاد الشيء كامل اللي ذكرناه وقع غير حيت الخصم سهل وضعيف؟ اكيد لا. نعم حنا متفقين ان الخصم سهل، ولكن ما خصناش نكرو ان المنتخب قدم مباراة ممتعة، وبان لينا انه كاين بعض الامور اللي تقادات في المنظومة، وهذا الشيء علاش ركزت على الاهداف في هذا المقطع، لانهم كيوضحوا لينا الخدمة اللي كاينة. والا قلنا غير حيت الخصم ضعيف فغنظلموا ايوب الكعبي اللي دار مباراة تاريخية وسجل هاتريك، شيء اللي ما شفناش من سنوات طويلة، وغنظلموا أناحي اللي سكت جميع المنتقدين والمشككين فيه وعطانا مستوى وأداء رائع، وغنظلموا إلياس بن صغير بالأدوار الكبيرة اللي كيقوم بها واللي كيخلينا نقولوا أخيرا عندنا جناح أيسر بدون زيادات ومع حياة الجهة اليسرى للمنتخب، وغنظلموا جميع اللاعبين اللي حاولوا يعطيونا أفضل ما عندهم. ولكن واش هادشي كيعني أنه صافي نبداو نطبلوا ونقولوا أن المنتخب قوي إلى غير ذلك؟ أكيد لا، وفي نفس الوقت ما غنكونو جاحدين او منتقدين فقط، بالعكس بداو كيبانو ملامح التطور وخصوصا الاستفادة من الاخطاء. والاهم من 6 اهداف اللي سجلنا هو ان الركراك يتغير ولا كيخدع المنطق كرة القدم، وهادشي شفناه في المباراة التانية، سواء في دخول شادي رياض اللي قدم مباراة كبيرة ما شاء الله واعطانا اطمئنان كبير في هذا المركز، وايضا قرار وليد في الاعتماد على الكعبي اللي بالنسبة لي هو اللي خاصو يكون المهاجم الاول للمنتخب الآن، وأيضا قرار تثبيت إبراهيم كجناح أيمن مكان زياش، وحتى الكوتشينج أو التغييرات اللي دار في هذه المباريات كانت ناجحة سواء ضد زامبيا أو الكونغو. أما تكتيكيا فما يمكنش نذكره أنه كاين تطور وشفناه على أرض الواقع، إذا ما علينا إلا نكونوا إيجابيين، نساو الماضي ونعيشوا الحاضر مع هذه المجموعة بشرط يكملوا على نفس النهج، وكنتمناو لهم كل التوفيق إن شاء الله. مازال خصنا خدمة كبيرة، وهذا الشيء كيقول وليد بنفسه.
نفسه. وانتم شنو الرأي ديالكم محبي قصة بطل؟ واش كتشوفوا أن المنتخب بدا كيتطور ولا باقي كيف ما هو من كأس إفريقيا؟ جاوبوني في التعليق. في الأخير غنطلب منكم زيارة حسابي الخاص على انستغرام منير غزالي باش نكون على تواصل مباشر معكم. شكرا لكم محبي قصة بطل على المشاهدة، ونشوفكم في المقطع القادم إن شاء الله. منير يحييكم، إلى اللقاء.